والمجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. الله في الأعالي وللأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. افتح اللهم شفتي حتى يميل فؤادي إليك. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام، مخمور لنرفع لنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن المائتين، ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه. فارخمور أبون الصالح الذي يليق له التمجيد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لا عجزوا من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، عين الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي. فارخمور ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. صلاتي بقدمها إلك بيها القداس، بعيدك الحلو زهر وجه الكون، يا مريم العذراء اللي دقت الكاس، يا رفيقة الأيام
بالصلاة والإيمان، غمرينا بالسلام والهنا والأمان، وفيضي عهالأرض المحبة والحنان، يا مريم العذراء أحمي لبنان. اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار. نرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبى. آمين. قد شاءت ألوه قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لوميوتو اترحم علي قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لوميوتو اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، نصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبى. آمين. يوم العيد تعالى، يوم الأحد الفتان، منك البهج تلالى في الملك والإنسان. اهتفوا في الأعالي يا يوم الرب الفتان، مجدوا الرب العالي في الملك والإنسان. يا سبحان من أعلى، لا حد فوق الأيام، فيه الإنجيل يتلى
والكهنة خدام. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. يا إخوتي، لا يكن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم الشريعة، لأن الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وأي وصية أخرى تختصرها هذه الكلمة: أحبب قريبك كنفسك. إن المحبة لا تضع بالقريب شراً، إذن فالمحبة هي كمال الشريعة. وإنكم لعالمون في أي وقت نحن، لقد حانت الساعة لتستيقظوا من النوم، لأن الخلاص أقرب إلينا اليوم مما كان يوم أمنا. لقد تناهى الليل واقترب النهار، إذن فلنطرح أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، ولنسلك سلوكا لائقا كما في وضح النهار، لا في الكسوف والسكر، ولا في الفجور والفحشاء، ولا في الخصام والحسد. ولا تهتموا للجسد لقضاء شهواته، بل البسوا الرب يسوع المسيح، والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم. ومع روحك. لجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الله الحي. قال لوقا البشير: إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع في أيدي اللصوص وعروه وأوسعوه ضربا ومضوا، وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه، فمال عنه ومضى. ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه، فماض عنه ومضى. لكن سامريا مسافرا مر به ورآه، فتحنن عليه ودنا منه وضمد جراحه، ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك؟ أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك،
حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاخوه والاخوات الاحباء، اليوم الاحد 12 ايلول 2021 هو الاحد الاخير في زمن العنصر المجيده. قداس وجناز الاربعين لراحه نفس المرحوم ايفون فؤاد ابو حمود ارمله المرحوم الياس الشديد لمناسبه مرور 40 يوم على وفاته. بعد القداس مباشره رتبه شال البخور لراحه نفسه، ايضا اهل المرحومه بيدعو الجميع من بعض الأخذ بالخاطر بصالون الكنيسة لمشاركتهم لقمة رحمة لراحة نفسها، وبيشكروا كل اللي وقفوا حدهم بكل هالفترة بالعزاء والصلاة لراحة نفس المرحومة إيفون. أما توصيات الأسبوع القادم بكرة التنين 13 أيلول ليلة عيد الصليب، القداس الساعة 6 مساء لمناسبة عيد الصليب ترفع الذبيحة الإلهية على نية عائلة الياس ملحم سلوم من أحياء وأموات. الأحد القادم 19 أيلول القداس الساعة 11 صباحا ترفع الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحوم جوزيف خاطر لمناسبة مرور سنة على وفاته وعلى نية عائلته. والساعة 6 مساء إكليل ابن شربل أبو عاصي. اليوم مثل ما سبق وذكرت أخوتي وأخواتي الأحبة عم نقدس قداس وجناز الأربعين لراحة نفس المرحوم إيفون فؤاد محمود بنت الرعية. بالحياة أخوتي وأخواتي كل الأشياء اللي منعيشها وبننجح فيها وبيكون في صدى لعملنا فيها بتكون ناتجة عن مجهود شخصي، عن تكرار معين. بعطيكم أمثلة لوضح اللي أنا بقوله. اليوم كان لاعب كرة القدم يبتدي بالتمرس بهاللعبة والتمرين منذ نعومة أظافره، شوي شوي بيكبر، إذا كان ملح وناشط بيصير لاعب كرة قدم محلي، بعدين ممكن يكون عنده فرصة يصير لاعب مشهور عالمي. ليش؟ لأنه تمرس باللعبة وتمرن حتى وصل صار له اسم بهذا العالم. ممكن عازف البيانو بيبتدي، وكلنا بنعرف يلي بيعرفوا بهالمجال انه في سنوات دراسة اولى تانية لغاية الساعة 11 ليصير عنده شهادة بيقولوا فيها انه صار عازف، صار يقدر يقرأ نوت بسرعة ويعزف. مجهوده الشخصي وصله انه يصير عازف. والانسان اللي بيعمل على نفسه مجهود اخر اضافي ممكن يصير له مطرح بعالم الموسيقى واسمه معروف. في كتير امثلة بالعالم بهذا الشيء. باي نشاط كان، حتى العمل البلدي الرئيس موجود هون، يبتدي الواحد وبعد شوي بيتمرس بالعمل البلدي وبصير عنده مطرحه وبصير عنده خبرته. وبأي نوع عمل آخر، حتى بالطب، حتى بأي مجال في الحياة، كله بيبتدي بشيء والتمرس بوصلنا لشيء آخر. إلا في مطرح واحد ما إله أي أساس من اللي أنا عم بحكيه وأي مرحلة بيتقدم فيها من المراحل اللي شرحتها هلا، ألا وهو الأمومة. الأمومة بتمشي بعكس اللي أنا حكيته تماما وبعكس كل مشروع في تمرس بالحياة. الأمومة بتبتدي مع أول ولد وبتبتدي بالجوهر مباشرة، تصبح أما من تنجب. نقطة على السطر، مش صفة الأمومة. الأمومة عمل، حياة، محبة، تضحية. الأمومة بحد ذاتها ما حدا في علمها لحدا، هي بتجي نتيجة الإنجاب وأعطاء الحياة. لأنه الأم بحد ذاتها هي شخص فعليا بيشارك الله بالخلق. إذا بندرك كم حجم عطاء الأم وحبها لأبنائها ولو على المستوى البشري، نستطيع أن نستلهم
كم حجم محبة الله لإلنا اللي خلقنا كلنا على صورته كمثاله. ممكن من خلال التأمل بعظمة الأم في حياتنا نقدر نخفف على حالنا ونقصر مسافات التأمل بوجود الله وحقيقة حبه لإلنا في حياتنا. حتى لو تأملنا بعظمة الأم في حياتنا، ممكن إذا بدنا كمان نكون أبعد من هيك وأعمق من هيك، ممكن تسهل علاقتنا بالخالق الله يلي هو خلقنا كلنا سوا. مشروع الخلق الله خص فيه نوع واحد من الناس ألا وهو الأم، وهيدي الأم من وقت لتتألم في مخاض أولادها إلى أن تتألم على فراش الموت، مثل ما من 40 يوم المرحومة إيفون كانت عم تتألم، ما ممكن تسمح لنفسها تفرجي أبنائها أنه هي متألمة قدامه حتى آخر نفس على فراش الموت، لأنه التضحية بالنسبة إلى تصل إلى تضحية الموت على صليب الأمومة كما مات المسيح تماما لكل الناس. وهيدا الشيء ما بتتعلمه مثل اللي بيدرس بيانو، الأم ما بتدرسه مثل اللي بيتعلم لعب الفوتبول، الأم بتعيشه. الله بيعطيها نعمة تعيشه مباشرة عندما يعطيها نعمة حياة أول ولد، وبتعيشه بتمرس عادي جدا وبسيط. حتى لو جينا ندرسه في الجامعات والمدارس ما ممكن نوصل نشرحه بدقة قد ما الأم هي بتعطي بأصغر تفصيل. حتى لو فتنا ما ممكن نفوت بأصغر تفصيل حب وتضحية الأم بتقدمه لأبنائها. من هون الأم بتغرس نفسيتها بنفسيات أولادها أكتر من البي، ما يزعلوش البيات، بتحط نفسيتها بقلوب أولادها، بيطلعوا بنفسيتهم بيشبهوا أمهاتهم ذكورا وإناث. بيوصلوا لآخر مرحلة من مرحلة الحياة مثل ما لاحظت بهالبيت الكريم، بيت الريس وخياته اللي كانوا موجودين كلهم، بلحظات النزاع والتعب عند المرحومة إيفون كانوا محتارين شو بدهم يعملوا ليقدموا لها شيء، وهن عارفين ومدركين بقلوبهم إنها تتألم، أنه يخفف عنا الألم لتنطلق بفرح وسلام إلى لقاء وجه الخالق. لدرجة حسين مع أمهم مثل ما هي حست معهم بلحظة اللي عم تتألم فيها بالنزاع، حسين مع أمهم أنه حانت لحظة المناولة الأخيرة. هي ما طلبت لأنه ما كانت قادرة تحكي. رغم السن طولة العمر لإلكن ورغم الخبرة بالحياة، عند هاللحظة رجعوا أجنة قدام أمهم، رجعوا يحسوا بأمهم مثل ما الطفل لما بيخلق من بطن أمه ما بيعرف يميز هيدي أمه وهيدا بيه، بيعرف أمه من دقات قلبها، بيعرف أمه من صوتها، بيعرف أمه من حرارة جسمها. الأولاد يلي هني أبناء فعلا عرفوا شو حاجة أمهم بآخر لحظة واتصلوا فيي قالوا لي أبونا، وهيدي ما ولا مرة عاملينها لأنه أنا عادة مدورة بروح بعطيها الأربانة، بس يتصلوا فيي بوقت يقولوا لي أبونا لو سمحت المشحة والمناولة. هي ما طلبت لأن نزلت شفتها ما بتحكي بحالة نزاع، أدركوا بعمق ما زرعت بقلوبهم من حب وأمومة، رجعوا أجنة بآخر لحظة من حياتها أطفال ليقولوا لها مثل ما أعطيتنا الحياة نحن طلبنا من الكاهن يعطيك زوادة الحياة الأبدية. هيدي العلاقة الصحيحة للأم بتزرعها بنفوس أبنائها وما بتتعلمها بمطرح. الأم فعلا مدرسة حقيقية قبل ما يكون في أي مدارس أخرى بتعلمنا الحرف أو غيره، هي مدرسة كل شيء في الحياة، هي شريكة الله في الخلق. لهالدرجة ممكن نعطيها صفة وهي شريكة الله في التربية. الله بيربينا بحضوره بروحه بنعمته، والأم بتربينا المربى اللي كلنا بنعرفه، المربى البيتي والعائلي. إذا بدي أحكي عن أبناء للمرحومة إيفون بكون ساعتها كاهن عم بيبيض وجه، بتبطل كاهن عم بيصلي لراحة نفس حدا فقدناه.
إنما اللي خلف ما مات. بختم هول النخبة بمجتمعنا الخرباوي، وما بحب استعمل كلمة خرباوي كتير، بمجتمعنا القنفاري، هاو النخب يلي عم بيغادرونا وبطبيعة الحياة بدهم يغادرونا إلزامي بالعمر، بيغادرونا اعتبرنا منعتبر انه غادرونا نهائيا الى غير رجعة اذا ما بيتركوا وراهم اثر باللي زرعوه بمجتمعهم. مشان هيك قادر اقول بكل ثقة إيفون غادرتنا لكن تركت وراها اثار جميلة جدا ببناتها وبأبنائها اللي موجودين معنا. وبيت بوحمود غني عن التعريف، بيت بوحمود اساسا اصل الكنيسه واساس الكنيسه بخربه أنفار، ولا يزال اسمنا على لوحه مارلياس باول كنيسه بنيت، ولا يزال يتابعون وجود وحرص على الكنيسه وعلى ابناء الطائفه وعلى الصلاه وعلى البشاره الحقيقيه. مشان هيك لما منقول الله يرحمها الست إيفون بكون عم نترحم عليها ترحم بنوي، وربنا بيسمع صلاتنا وبيذكرها مع أعداد الأبرار والصديقين، وبصلاتها كلكم بتنالوا النعمة. ما بقدر أقول أنا غير ككاهن لهالرعية المباركة، الله يطول بعماركم أبنائها وإخواتها الموجودين هون ونفسها بالسماء إلى جوار الأبرار والصديقين، ومسيرتكم بتضوي مشعة مثل ما كلنا بنعرف نتيجة هالمربى الصالح اللي عطتكم إياه، وانتوا عم بتكفوا أكيد بهالطريق يلي هي ورثتكم إياه من أمومتها من محبتها ومن حضورها بيناتكم بهذا البيت الكريم. الله يرحمها ونفسها بالسماء ويطول أعماركم. نذكر موتانا دايما بالصلاة، والمسيح قام. نؤمن بإله واحد. إيت الوط مدبحي دلو هو الوط له دم حادي طليوت وينو بصوغ الطيب وطوخ اعو للبيت وخ وصغود بهايك لوت قوت شو صلاة وعلى أيمة والمران آتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النقي العذراء مريم
مثل حبات القمح في الأرض الخصبة، صرت فوق المذبح قوتا للبيع. هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية أم الله مريم، مارمرون مارشارب المارلياس والقديسة ريتا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقرب عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ. يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ. الآن وفي ساعة موتنا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي بالمسيح. فليصالح بعضنا بعضا، المسيح صالحنا مع الله. فليصالح بعضنا بعضا. بك يا رب نبارك، فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت والإله الواحد الحق، فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. Ooh.
صباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداس، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومه هودك ضمحة شدي لما بتحاي إنسان رحمه بيدا وقديشته بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدة وكدمار سبخوا المنه كل خون هونو داني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فسجية ما تقسي وما تيها حسو يضحو بي والحيد العلم علمين وخانو عالكوسو دمزغو من حمرو ومن مايو بارخو قادش يا بالتلميدة وكدمار سابش تاو منيه كل خون هونو داني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشاد وما تيهي حسو يضحو بي والحيد العلم علمين وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله لذلك تدرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل لهذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك وارض هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها
أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا مني عند الضر تعاليم الضالة وعضد أبائنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي مار جوزيف مطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب. كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا وللمكبلين بالضيقات محررا وللمساكين منجيا وللبائسين والمضنقين والمتعبين مفتقدا نسألك يا رب. كن يا رب صورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك نسألك يا رب. كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك لا سيما مار لياس شفيع هذه الكنيسة ومار مارون ومار شربل وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي عددتها لنا نسألك يا رب. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء يمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. بجسدك ودمك تعالى واسكن في قلوبنا تعالى 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 بجسدك ودمك تعالى واسكن في قلوبنا تعالى 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 شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا قدس أجسادنا ونفوسنا طهر عقولنا وضمائرنا فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك احنوا رؤوسنا.
رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. أقبلوا البركة من الرأس. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها وتحل غزيرة على بعتك ورعاياك وديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. إيه
الأيامِ فإنهم أبناء الله يدعون. اذهب وصالح أخاك ثم عود وقرب قربانك. طوبى للسعينا إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى للسعينا إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. أسكن في خبائك مدى الدهور أعتصم بستر جناحيك لأن يا استمعت نذوري أعطيت لخائفيك ميراثا من أقاصي الأرض إليك أصرخ إذا غشي قلبي فتهديني إلى صخرة أرفع مني لأنك كنت معتصما برجا حصينا من وجه العدو. أسكن في خبائك مدى الدهور أعتصم بستر جناحيك لأنك يا الله قد استمعت نذوري أعطيت لخائفيك ميراثا. Thank you.
بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع، وأسكب أمامه شكوايا، أبث لديه ضيقي عندما يغشى على روحي فيا. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع. قد باد عني كل ملجأ، ليس من يسأل، ليس من يسأل عن نفسي. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع. ضمئت نفسي إليك أيها المسيح، متى آتي وأحضر أمامك يا سيد؟ ذابت نفسي شوقا إلى خلاصك، ذابت نفسي شوقا إلى خلاصك، ذابت نفسي شوقا إلى ضمئت نفسي إليك أيها المسيح، متى آتي وأحضر أمامك يا سيد؟ إلى من نذهب وعندك كلام الحياة الأبدية؟ ضمئت نفسي إليك أيها المسيح، متى آتي وأحضر أمامك يا سيد؟ حياتي هي المسيح، والموت ربح لي، فمن
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف، والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر. ارحمنا ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. يسوع حبيبي نصيبي الرحيم، وسور حياتي وباب النعيم، إليك صلاتي استمع يا كريم، فأنت المجيب وأنت السميع. أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض ولا نستطيع. أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض ولا نستطيع. إليك ملاذي حنين الفؤاد، صلاة لأجلي خلاص العباد، لقد طال في ذي نفوس الرقاد، فأيقظها ربي بحب رفيع. أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض ولا نستطيع. أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض ولا نستطيع. أخوتي وأخواتي الأحباء، بحب ألفت انتباه حضراتكم، وأكيد عارفين أنه في تفشي جديد لموجة كورونا بالبلدة وبالمنطقة، يعني بتمنيات أنه نضل محافظين على التباعد وعلى الكمامات حتى نجنب البلدة أي شيء، طالما كل الفترة كنا متجنبين أي أزمة إن شاء الله. لأ، وبحب كمان ألفت انتباهكم أنه في جروب على الواتساب اسمه رعية بارليس المارونية خربة أنافار، بتمنى على أبناء الرعية، أبناء الرعية بالوطن وبالمهجر يلي عم يشاهدونا هلا، يضيفوا أرقام هواتفهم على هذا الجروب 0864-125 واتساب 0864-125. وهذا الجروب ما عليه شيء غير توصيات الرعية، يعني بتتابعوا شو في أنشطة على الرعية فقط لغير، ما في حوارات ولا في شيء تاني. بتمنى انه ارقامكم تكون موجوده بهذا الجروب لرعايه مارلياس المارونيه بخربه عنافار. السلام لجميعكم. ومع روحك. ايها المسيح الخبز السماوي، من تنازلت فصرت لنا ماكلا غير فان، لا تجعلنا ماكلا للنار التي لا تطفا في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر اليك والى ابيك وروحك القدوس الان والى الابد. امين. اذهبوا بسلام يا اخوتي واحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. شبح المريوك الخنام، نفحات العطر العذبي، عن أرواحي موتانا ترجو منك يا ربي، عنهم رضوانا بالخبز الحي اقتاتوا، واجتازوا دنيا الشاقة للمجد الآتي باتوا، في مثوى الرجاء ما أشهى موت الأبرار، أسرار ما أغناها، آمال ما أغلاها، غفو في الأنوار، ما لم تبصره عين، ما لم تسمعه أذن، ما لم يدركه ذهن، يعطى للأبرار.
إن جاء الحي الرب نادى بالموتى هبوا من جوف الأرض قاموا للحكم قاموا من في البر قد لاح غنى الشكر وارتاح في غامر الأنوار الحي نوران فيه حي إسحاق لف أبرام مبكيا بالأكفان والبعث سر ظال ملؤوا الأذاني موسى قد هزته النار والله منها نادى الصديقون الأبرار يحيون لله صوت شورو تهوي لندن بارختو بارخ مور فلك بانت في البعد يغنيها كنز الوعد يحدوها موج اليم والكنز ينمي أنت الفلك يا مريم يسوع الكنز الأعظم منه أشبعت المعمر حياة ونور يا أبرار في القضاء الحكام أدهشتم زللتم ركن الظلم والشر دستر غادرتم كور التعذيب كالإبريز في الناقة نيوح العنيد مهيمني ولخمر شبحه بارخمون نحيي ذكرى الأنبياء والرسل والصديقين والأبطال الشهداء فخري الظافرين اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة والموتى بالقديسين اجمعهم آمين يا ابن الله بين الأبرار ملء الأنوار ارحم واقبل ابنتك طول الأدهار يا من تحيي ميتا وراه التراب اقبل منا هذه الصلاة عمن غابوا يا من ذاق الموت القاسي كالإنسان أبعد عنا مر الكاسي الموت الثاني عظيم وارفع ذكر العذراء والقديس انجد وارحمنا طيب ذكرى الموت آمين الراحة الدائمة أعطيها يا رب ونورك الأزلي فليضئ لها فلتسترح نفسها بالسلام برحمة الله والسلام آمين السلام لجميعكم ومع روحك فلنصلي الأبان والسلام والمجد لراحة نفس أختنا إيفون المنتقلة من بيننا سائلين الله أن يعاملها معاملة الأبرار والصديقين في ملكوته السماء أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين المجد للآب والابن والروح القدس كما كان وهو دوام وإلى دهر الداهرين آمين المسيح قام طول أعماركم تفضل أصلي ورغبة في